هنيجي بعد كده خلاص كده انا ضفت الموسيقى بتاعتي او الصوت بتاعي او الطبقات. طب انا كمعلم عايز اصمم درس تعليمي اعمل ازاي؟ اشتغل ازاي؟ انا عندي من الوسائط اللي فوق دي هختار الطبقات اللي انا هشتغل عليها، نختار مثلا الصورة اللي أنا عايز أشتغل عليها، ناخد الصورة دي. طب الصورة صغيرة والشاشة فيه أسود حواليها، طب أعمل إيه؟ حد فاكر؟ أول حاجة أشد الصورة أكبرها عشان تفضل معايا. طب أكبر الصورة منين يا ربي؟ حد فاكر؟ أكبرها من المربعين نزوم اللي بعض، من نزوم الزوم، من الزوم أضغط عليها. طيب أنا عايز أعمل فيها في الصورة دي زي حركة فيديو، هتجيلي الصورة من فوق لتحت أو من تحت لفوق، لا أنا عايزاها ثابتة، هعمل إيه؟ هسحبها أهو، أسحبها علشان تكون صورة ثابتة لازم أضغط علامة يساوي. نشوف كده الصورة ثابتة ما فيهاش تغيير. طب تعالى نغير، انا هروح اشيل اللي يساوي الصورة، انا عايزاها تبدأ من تحت، اجي عند البيت تبدأ من تحت كده اهو، نكبر عشان تبدأ المكان اللي تكبر فيه تبدأ فيه. طب تنتهي فين؟ انا عايزاها تنتهي فوق عند الشجرة فوق. واضغط صح، تعالوا نشوف الصورة بقيت ازاي. شغل الصورة، أصبحت متحركة كأنها فيديو. طيب أنا ممكن أحط طيور فيها أو أشكال فيها، ممكن. تعالوا نشوف الأول إحنا ممكن نعمل إيه. أشيل الزوم، هنشيلها خالص، أشيل الزوم، اختار من الوسائط. معلش يا جماعه انا طلعت لان النت ضعيف عندي، لكن انا لو النت عادي كان كنت هشتغل عادي من غير ما اطلع من الزوم. اكبر الصوره، هشوف نفسي انا عايز الصوره من فوق ولا من تحت اكبر، شوف المنظر اللي يعجبك ويريحك وتعمله، ونضغط علامه يساوي علشان تكون صوره ثابته. طب دي صغيره جدا، هينفع؟ لا، هسحبها، اضغط عليها تتحدد بالاصفر واسحبها واطلع بيها لورا اهو، مسافة شوية كده، واعمل علامة صح. ممكن اضيف حد في الصورة دي، تعالوا نشوف هنضيف مين. ممكن اضيف معلمة، كأنها بتكلم الولاد او بتكلم شخصية معينة، نضيف ادي المعلمة. حد امبارح كان سألني يعني ايه كرومة خضراء ومش فاهم يعني ايه كرومة خضراء. هي دي الكرومة الخضراء، يعني الكرومة الخضراء صورة أو فيديو على خلفية، صورة متحركة على خلفية خضراء. طب يعني إيه خلفية خضراء؟ أنا مش فاهم برضه. يعني أنا بقدر أتخلص من الخلفية دي وأزيل الخلفية وتبقى الصورة فيها صفاء وكأنها مفيش خلفية وراها. طب إزاي؟ أهو تعالوا كده، بس في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها، لو عايز الفيديو يظهر لك من الأول، لأن ده فيديو مش هقدر أسحبه من هنا، شايفين مش هقدر أسحبه، فلازم تجيبه من أول الشريحة، من أول الشريحة اللي أنت هتشتغل عليها علشان تشتغل، ما تشتغلش على طول. نشوف كده في فراغ، لا طب إحنا هنشيلها ونيجي من أول من عند علامة الزائد كده، واروح منزله ايه من طبقه. خلي بالنا الحاجات اللي جوه بعد الخلفيه وبعد الارضيه من طبقه الوسائط. طيب نختار الاستاذه او المعلمه اللي كانت معانا اهي،
طب انا اقدر اشيل الخلفيه الخضراء دي وتكون واقفه كده عادي؟ انا بص بغير، بشيل واحط فيها، اكبر اصغر زي ما انا عايزه. طيب انا هخليها كده على جنب. طب انا عايزه اشيل الخلفيه دي، ينفع؟ اه ينفع. منين؟ بص معايا الناحيه اليمين اهو، في مفتاح الصفاء، مفتاح الصفاء هضغط عليه افعله من فوق، شايفين؟ واروح عامله علامه صح. عايزه اكبرها، بكبرها اهي، وانا بركب صوتي يعني، انا بسجل لو جيت تحتها هنا اهو. السلام عليكم، عاملين ايه يا ولاد، اخباركم ايه؟ شايفين الصوت اتسجل من تحت، مش عايزاه بحذف. طيب انا عايزه شخصيه تاني مع المعلمه، يعني هتتحور معاه او نبتدي بيه الفيديو التعليمي بتاعنا. ممكن نختار شخصيه الولاد بتحبها، هنختار مين؟ طيب من طبقه ولا من وسائط؟ هنختارها منين؟ من طبقه، برافو. ونختار وسائط، ونختار الصوره التانيه هنختار بكار. الولاد كلها بتحب مين؟ بتحب بكار. طب نخلي المعلمه الناحيه دي وبكار من هنا. كل الحاجات دي يعني التبديل والتوفيق دي حضرتك بتعملها وانت بتصمم الفيديو بتاعك اهو. طب انا بكار هنا، انا ما لقيتش صورة متحركة البكار، هسكت كده يعني؟ المعلمة بتتكلم وبكار لا، طب اعمل ايه؟ لا انا برضو هخلي بكار يتكلم. ازاي؟ هي دي ميزة الكرومات الخضراء اللي انا بقول لك عليها، ان الكرومة الخضراء بشيل الخلفية وبتقدر الاقي بق وعينين تتحرك. تعالوا نشوفه من طبقة الوسائط، نختار العينين اهي. طب العين دي هوديها فين؟ اصغر اصغر واروح عند وش بكار. والناحية التانية هنروح فين يا جماعة؟ من القائمة المنسدلة دي هختار ايه؟ مفتاح الصفاء، برافو. هضغط تمكين. طب تعالى، انا مش شايفة العينين راحت فين، نمشي كده اهي، اهو ظهرت العينين، هضغط عليها واكبر واصغر على عين بكار اهو. واضغط علامة صح، ادي نشوف بكار كده. اتحرك معايا، اتحرك معايا، هي الظاهر صورة بكار مش واصلة للآخر، نشوف كده اهو، عشان كده فصلت معايا اهو. نكبر صورة بكار. طيب العينين ده فيديو مش هقدر اشده ما دام هو قصير. طب انا عايزة اكمل الشخصية، اعمل ايه؟ اضيف تاني مرة تاني عينين لبكار، اضيف العينين مرة تاني، اصغر، اجي عند وش بكار واعمل مفتاح. ايه مفتاح يا جماعة؟ انا نسيت. مفتاح الصفاء. ما شاء الله مركزين. هضغط على مفتاح الصفاء اهو. طب العين فين؟ انا مش شايفة اهي، صغيرة جدا اهي، هضغط عليها تتحدد. نشوف شخصية بكار راحت فين اهو، شايفين العينين قعدت وبكار لا. نشوف العين اهي، اكبر واصغر زي ما انا عايزه اهي.
طب كده بكار معاه عينين بيتكلم بتتحرك. طيب هو مش هيرد على المعلم، هيرد ازاي؟ لازم نركب له فم. تعالوا نشوف هنقدر ولا لا. من طبقة اختار ايه؟ وسائط. نختار الفم علشان بكار يقدر يتكلم. اصغر، احاول احطها على بق بكار، واختار مفتاح الصفاء، اعمل لها تمكين. هي ليه مش ظاهرة؟ اهو دلوقتي يظهر، شايفينها اهي. انا بقدر بحرك يمين وشمال لغاية لما يظبط معايا. انا اديتك الفكرة وحضرتك تحرك فيها يمين وشمال لغاية لما الشخصية تظبط معاك كده. يعني المعلمة هنا ممكن نعمل زي يعني دور صغير كده اهو. مالك يا بكار، انت زعلان ليه؟ بكار المفروض بيرد عليها: انا مش عارف اصلي، انا زعلان جدا من نفسي لاني بحب ربنا وعايز اصلي ومش عارف. تعالى يا بكار اعلمك الصلاة. هيطلع ممكن لمشهد تاني اهو، ادي بكار بيتحرك عينيه وبيكلم المس بتاعته. هنا ممكن، انا مش ممكن ازود الفيديو بتاع الكرومات، يعني مش ممكن ازوده، لكن ممكن اقصره اشده يصغر. هنا الخلفية بتاعتي انا لو عايزها تمام، مش عايزها انا بقف عليها هنا وبعمل ايه؟ اضغط على المقص واروح اقول ايه؟ تقسيم عند الاطار. كده عمل لي حركة انتقالية بين الاطار ده وده. طب نختار حركة انتقالية تنفع للأطفال. كان في الرموز التعبيرية دي، نشكل كده حاجات يعني لطيفة للأطفال ممكن نستفيد بيها. اهو طيب، عندي هنا صورة بكار لسه موجودة معايا. لا انا مش عايزاها اهي، هي داخلة في الشريحة اللي بعدها عشان كده بكار ظهر معايا، انا مش عايزاها. لا اهو، تعالوا نشوف كده. هضغط على الصورة، هعمل الزوم، عايزة اكبر الطريق، عايزة اشوف الطريق كده، واعمل علامة يساوي عشان تبقى صورة. تعالوا نشوف بكر هيتعلم الصلاة ازاي. من طبقة هضيف وسائط، عندي كرومة جاهزة لتعليم الصلاة جميلة جدا. شايفين هنا الكرومة أطول من الشريط بتاعي أو من الخلفية بتاعتي. لا لازم أشد الأول وأكبر، أكبر. أنا كان نفسي تسمع صوتها لكن مش هتسمع الصوت كده. طيب احنا هنا هنعلم بكار الصلاة. الكرومة دي الولد بيصلي بصوته، هي كرومة جاهزة. أعمل إيه هنا؟ بحدد الولد أهو واقف، بكبر وأروح فين علشان أشيل الخلفية؟ مفتاح على الصفاء. مفتاح الصفاء، واروح عامله تمكين كده، واروح ضغطه علامه صح. ادي الولد بتاعنا اهو زي القمر اهو ما شاء الله وبيصلي. طب في صوت عندك ولا لا؟ برضه صوت واضح ولا لا؟ طيب لا، ما في صوت، ما في صوت. ما في. طب خلاص انا هوريكم الحركات بتاعته اهو. شايفين الولد اهو بيصلي، انا عندي تمام، بالصوت واضح. تمام. طب انا ممكن اضيف حاجة تاني يعني عند الولد؟ عصفورة بتطير او اي حاجة زي كده. ممكن اجي هنا من الطبقة. ممكن يا أستاذة نجلاء، يمكن لما عملت مشاركة ما ضمنت الصوت. متهيألي أنا عشان الميكروفون واخده الزوم.
ممكن ممكن عند المشاركة ما عملت التضمين عشان هيك مش طالع الصوت. ممكن والله مش مش عارفة. مشكلة، احنا شايفين الحركات ان شاء الله. إن شاء الله يعني. طب يا جماعة في مستوعبين طيب ولا؟ لا في الشات كلهم بيشكروكي وبيحكوا شرح ممتاز ورائع وتمام ما شاء الله. الحمد لله، أصل أنا قافلين الصوت فأنا حاسة معلش نفسي. احنا في النهاية ان شاء الله رح نسمح لهم في المداخلات والأسئلة، اي سؤال بدهم اياه يسألوا حضرتك. تمام. هاي أنا أستاذة مليكة بتقول لك أكيد ممتاز مستوعبين، رائعة. شكرا أستاذ نجلاء بتحكي لك أستاذ عفاف، وهدى شاهين رائع، كلهم بيحكوا لك ما شاء الله جزية الجنة، أستاذ أحمد الحمد لله عطية، كلهم ما شاء الله. يعني راح تشوف التشات أنت ما شاء الله كله شرح أكثر من الحمد لله مميز، بيحكوا لك الحمد لله. رائع، روعة، رائع جدا، مفيد ما شاء عفوا الله. عفوا أخت شوقية، أريد أن أتدخل ليشجع المدربة، نحن في المتابعة تفضل، ونطبق، بارك الله فيك. شكرا لك يا أستاذ. جزيلا لحضرتك. هنكمل طيب مع بعض. هنا أنا عايزة أضيف مثلا طائر أو عصفورة فوق الولد من طبقة، أختار من الوسائط، هنختار ممكن أختار دي. طب أنا عندي خلفية بيضة، طب هشيلها إزاي؟ شايفين بحركها إزاي؟ أجي هنا عند من الناحية دي، من الناحية اليمين، هضغط على كلمة اقتصاص، أهي يا رب تكون واضحة، هضغط عليها، هفعل الاقتصاص. أنا بقدر أهو أقصها أهي، أعمله دائري علشان أشيل اللون الأبيض ده بأكبر قدر. يعني نفعل الاقتصاص تاني ونمشي بال اهو بالريشة. بصوا الريشة كده لما مشيت بيها اهي، اللون الابيض بيخف معايا اهو، اللون الابيض لما بمشي بالريشة اللون بيبقى خفيف معايا. واضغط تم. عايز تكبر العصفورة تصغرها اهو، هتبقى كده. بالشكل ده طب انا هنا ما عنديش كرومة خضراء، يعني انا صورة بكار دي انا عملتها، يعني في فيديوهات بقدر اشتغل بيها، وفي فيديوهات انا عايزة اكمل عاملة سلسلة مثلا ببكار ومش عارفة اكمل، بجيب صور واعملها بنفسي كرومة خضراء. اديك شفت الكرومة الخضراء، طبعا كلنا اتعرفنا عليها، ازاي انا بجيبها وبشيل الخلفية بتاعتها واقدر اشتغل بيها على اي خلفية تاني. طب انا اقدر اعمل كرومة خضراء؟ اه تقدر تعمل. طب ازاي؟ من الوسائط، اختار الخلفية، نختار اي لون، اختار الابيض مثلا. طب انا اقدر اغير اللون الابيض ده، اشد كده شوية واروح عند اللون الابيض ده واروح عاملاه اخضر اهو. نركز في الجزئية دي علشان لو ما عندكش صورة جي اي اف او على كرومة خضراء، حضرتك ممكن تعمل الكرومة بنفسك وتشتغل عليها. انا عملت الخلفية هنا وهروح عند الطبقة، هجيب صورة بكار، هجيب صورة بكار واركب له العينين والبق زي ما عملنا، الوسائط ادي العين، بصغر واعمل مفتاح ايه، مفتاح الصفاء، اضغط عليها اهي، عملت العين، اعمل علامة صح. عايزة تعمل الفم، بتعمل برضو، نعملها بالمرة، الوسائط
لكن ماستر هنعمل الفم. احنا رجعنا لورا، رجعت مني الصورة لورا، فالبق مش هيبان كده. لا هنجيبه تاني، هنروح من الأول هنا ونجيبه علشان يظهر في مكانه الطبيعي. نمسك كده ونصغر ونروح عند مفتاح الصفاء وفعله. فين الفم؟ أهو كده. أنا كده عندي كرومة جاهزة أهي، هعمل لها تصدير وهنزل وهصدرها عندي في المعرض بتاعي واشتغل عليها. لما اجيبها احطها على فيديو ليه خلفية تاني، هتلاقيها بدون خلفية. يعني انا هقدر اعمل ازالة للخلفية دي زي ما انا عملت للصورة دي، وانا عملتها بنفسي. انا مش قادرة اصدر هنا لان الفيديو طويل طويل وهياخد وقت، لكن لو كان الفيديو ده قصير انا كنت سجلته واشتغلت لك بيه تاني. بس ان شاء الله تكون المعلومة وصلت. وانا عاملة فيديو على القناة بتاعتي للكروما. كده احنا خلصنا دي جزئية دي. ممكن دي زيادة كده اروح ايه اضغط عليها واشد، مش عايزة صورة بكار تظهر، بتضغط عليها برضو بتدخلها لجوه كده. خلصنا الكروما ده لو انا عايز اعمل كروما واشتغل عليها. طيب انا ممكن اعمل حاجة تاني، ممكن حاجة ثابتة اخليها متحركة. طب ازاي؟ نضغط على الوسائط، نعمل خلفية، نشوف خلفية من الخلفيات المتحركة اهي، نعمل لها زوم. لا يا بكار اطلع، انت ايه اللي دخلك هنا؟ اهو نضغط على بكار عشان دخل عندنا من غير ما يستأذن. اتفضل. نروح نعمل الزوم، نكبر الصورة بيها ونعمل يساوي. اضغط علامة صح كده، الصورة بتاعتي اهي. طب انا ممكن صورة ثابتة خليها تتحرك؟ تعالوا نشوف. من طبقة الوسائط هختار، كان معانا أرنوب هنا، شوف الأرنوب بتاعنا ده. أعمل مفتاح الصفاء، أروح لمفتاح الصفاء الأول أفعله. الصورة هنا قدامنا لو واخدين بالنا، مفتاح الصفاء أهي، الصورة بقت بهتانة. أنا بظبط الإعدادات من الخطين اللي فوق واللي تحت، شايفين كده؟ ضاع خالص، لا انا عايزاه يظهر. نشوف في الاعدادات دي اهو كده، الخط الاسود ظهر، لا مش عايزه دي. النت عشان بيعلق نعملها تاني. طب بلاش نعملها تاني، نعمل اختصاص هنا. من اختصاص افعل القناع ده وايه، اعمل كده اهو، اشيل الخط الاسود كده. انا قصيتها، ادي الارنوب بتاعي، اكبره لكم عشان تشوفوه. هو ماشي، بس حضراتكم لو ملاحظين هو ماشي في مكانه، هو مش بيتحرك. انا اقدر احركه اخليه يمشي طول الشاشة يعني. طيب نشوف مع بعض هنقدر نحرك الارنوب ازاي. انا وقفت على الارنوب هنا، شايفين الناحية الشمال فوق الباسكت في مفتاح. يا ريت حد يكون معايا علشان الحتة دي مهمة. اهو المفتاح ده الناحية الشمال،
في مفتاح اهو، واضح؟ تمام. تمام. المفتاح ده انا هضغط عليه حاجتين مع بعض، يعني انا بشتغل على جزئين مع بعض، اللي فوق والتايم لاين اللي تحت والخط بتاعي اللي تحت. اصغر السطورة شوية كده، انا هضغط على الارنوب يمشي شوية، والخط اللي تحت هسحبه سن، الأرنوب يمشي، الأرنوب يمشي، والخط تحت أهو كده قصاد بعض، واحد وواحد. طب نشوف الحركة دي عملت ازاي. ملاحظين ان هو عدى الطريق كله، ما شاء الله عليه، عدى الناحية التانية. كده انا قدرت احرك الصورة الثابتة، هو متحرك بس في مكانه، يعني هو مش بيت يعني الحركة في نفس المكان، لكن انا خليته يتحرك في طول بطول الجنينة اهي. طيب ده مفتاح الصفاء. اذا كان في عندي حاجة ثابتة من مفتاح التحكم بتاع الحركة من المفتاح، خلينا بعد المفتاح انا اقدر بشوف ايد بتكتب على الكين ماستر، او في برامج للكتابة ممكن اعمل ده على الكين ماستر. ممكن. طب ازاي؟ نشوف مع بعض، نحاول مع بعض. من الوسائط هختار خلفية، اي خلفية انا بحبها، او اي خلفية من جوجل بنزلها اللي ترتاح له. هضغط عليها واشد كده علشان اكبرها، واضغط علامة صح، اهم حاجة علامة صح، ان انا ايه أضغط عليه. طب نكتب جملة. الكتابة منين يا جماعة؟ من طبقة نص. تمام مصنف. تمام برافو عليكم، مركزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موافق. الخط عايز أغير اللون، أختار منين اللون؟ من الدايرة البيضة. أختار مربع أغير، الأبيض. اختار، ماشي. الخط رفيع او عايز اغير الخط مش عاجبني، من الاي كابيتال والاي سمول هنا بغير الخط اهو كده، غيرنا الخط. طب انا عايز، لا انا عايز اخليه ابيض مثلا، واعمل له احاطة بلون الاحمر او الازرق، من خط عريض واعمل له احاطة ازرق مثلا. وهنا ممكن اكبر دي اهو، شايفين بقي زي خلفية، مش تحديد بس، مش احاطة بس، بكبر واصغر اهو منها. طب تعالى هنا عند الاعدادات بتاعة الحركة، انا عايز الحركة بتاعتي تبتدي تختفي ازاي. يبقى رسوم داخلية، هعمل مسح إلى اليسار، مسح إلى اليمين، لا مسح إلى اليسار. طيب أزود الوقت بتاعها، أبطأ الوقت بتاعها عشان تتكتب ببطء معايا، خلينا كده. وأجي هنا عايزة أضيف الإيد اللي هتكتب من طبقة، هنختار إيه؟ مين هيرد عليا؟ وسائط، برافو. نختار ايه الايد بتاعتنا. الايد دي كانت بخلفية، الخلفية انا حطيتها على برنامج، هسيب لكم اللينك بتاعه إيه، وعملت لها تفريغ للخلفية علشان ما ينفعش تكتب وهي ليها خلفية بيضة زي ورقة، فاحنا لازم نفرغها.
كده تعمل علامة صح. هنسحب، عايز تكبر الإيد تصغرها، دي حاجة ترجع لك. هنسحب من تحت للآخر أهي. يا ميس ما فيش شاشة للعرض اللي حضرتك بتشرحيه. لا الشاشة واضحة يا أستاذة، بيكون من عندك من المشكلة في النت. الشاشة ما شاء الشاشة الله واضحة واضحة بتكون جدا. اه. طب ماشي حضرتك اطلعي وادخلي تاني. ماشي يا فندم، شكرا. العفو. عندي هنا انا هخلي الكتاب الايد قبل الكتابة، يعني الكتابة ترجع لورا سنة اهي، ونرجع للإيد. نحاول نشوف الكتابة فين، يعني أقدم كده وأشوف الكتابة بتاعتي فين، إيدي مظبوطة ولا لأ. تمام. هاجي هنا أروح مفعلة مفتاح الصفاء، المفتاح ده اللي هو الناحية الشمال، أعمله لكم تاني. المفتاح الناحية الشمال أهو، أنا حاطة لكم ماوس عليه، هتضغط عليه، هحرك حركة للإيد فوق وحركة للشريط تحت، حركة للإيد وحركة للشريط أهو. أنا أول ما ألاقي الكتابة هتبتدي تظهر أروح عاملة تحريك لإيدي كأني أنا بكتب أهو. تعالوا نشوف شكلها عامل إزاي. واضحة مش شوقية؟ تمام، واضحة ما شاء الله ما شاء الله. تمام. هنختار طبقة تاني وهنشوف. طب أعرف، أنا عرفت أكتب بالكين ماستر، طب هعرف أرسم؟ نشوف مع بعض. كل دي محاولات مع بعض، ولازم مادام دخلت الكين ماستر لازم تحاول، لأن هو بصراحة برنامج رائع. هنشوف كده مع بعض، ناخد خلفية. أول حاجة أعملها أمد الخلفية بتاعتي، أطولها. طيب خلاص طولناها. طب الصورة اللي هحطها هحطها منين؟ من وسائط دي اللي فوق؟ لا، منين؟ من طبقة وسائط. نختار الصورة، مثلا عندي صورة الأسد أهو، أسد محترم أهو ما شاء الله عليه. نكبر صورة الأسد، بس خليني عارفة إن الإيد بحطها قبل الأسد، واختار من الرسوم المتحركة الداخلية أهو. اختار إيه؟ إحنا في الكتابة اخترنا تمرير إلى إيه يا جماعة؟ اليمين ولا اليسار؟ حد فاكر؟ محدش فاكر. طب تعالي يسار شوف. يا مس، يسار. يسار. يسار، برافو عليك. هنا هنختار مسح إلى الأسفل. طيب اداني المسح، أعمل إيه بعد المسح علشان أقدر أعمل الحركة وما يضيعش مني بسرعة؟ لا، أروح مزود التايم، اللاين اللي من تحت ده كده، بصي على أقل من مهلي علشان أعمل براحتي، واديني ادي نفسي مساحه اشتغل فيها، واعمل كده. اجي هنا من عند الزائد ومن من طبقه، واروح ضايفه الايد تاني. اديني ضفت الايد اهي، احنا كل ده بنعمل محاولات. يعني حضرتك بتحط الإيد وتشوف هنا الأسد طلع ولا لسه؟ أهو، يبقى أنا أطلع إيدي لفوق عشان أبتدي من هنا، يبقى أنا كده هبتدي مع الأسد. تمام؟ يبقى كده نمشي، نروح على مفتاح إيه؟ المفتاح اللي الناحية الشمال ده، هضغط عليه، أحرك إيدي حركة فوق والشريط اللي تحت حركة.
شايفين؟ أنا بحرك إيدي حركة والشريط من تحت حركة، وحركة بسيطة جدا، علشان أنا لو حركت بسرعة شوية هتلاقي الأسد كله ظهر مرة واحدة. كده واضغط علامة صح، نشوف الأسد كده هيظهر إزاي. أهي طب أنا يا جماعة لو عملت حركة أنا مش عايزاها، فأنا لما بضغط على المفتاح بيديني علامة ناقص، شايفين علامة ناقص دي؟ أنا لو ضغطت عليها نقص لي آخر حركة اتعملت، لو عملت زائد بيزودها تاني. يعني في حركة حسيت إيدك اتحركت يعني شمال يمين، حركة مش عاجباك وممكن تتخلص منها من المفتاح من تحت من زائد وناقص دي، واعمل علامة صح. أهي واضحة؟ تمام. تمام. احنا في ناس كانت بتسألني أنا لو عايز مش عايز أجيب خلفيات متحركة من جوجل، ومش عايز الشغل المتحرك ده، وعايز خلفيات ثابتة، وعايز ألوان برضو مبهجة للأطفال، طب أعمل الكلام ده إزاي؟ من الوسائط، من الوسائط هختار الخلفية، هختار أي لون بقى، عندي هنا الألوان أشد، نقدر نغير اللون ده ولا هو خلاص زي ما نزلته؟ أنا بقدر أغيره من مربع الألوان اللي فوق، هختار صحيح. مثلا أصفر. تمام، طيب أنا عايز أضيف على ده طبقة من طبقة، هختار خلفية تاني ولون تاني أيا كان اللون اللي أنا هختاره، ممكن أعمل بيه شكل كده، أعمل بيه أي شكل كده. طيب عايز أديله شكل أكتر، شايفين المربع اللي هنا ده من فوق كده؟ ده مربع تقسيم الشاشة، تقسيم الشاشة هنضغط عليه، ممكن أقسم الشاشة كده، ممكن أقسمها كده كده، الاختيارات دي، أو لو مش عايز تقسيم خلاص بتضغط على أوف. ممكن تعمل أشكال بيها، أه ممكن نعمل أشكال بيها، ممكن تغير الألوان، ممكن نغير الألوان. لو أنا مش عايزاه أهو بحدد، شايفين؟ أنا ممكن أزود وأوسع وأغير اللون زي ما أنا عايزة. لو أنا مش عايزة التقسيمة بتاعته دي أهي، بنرجعها تاني، هو المفروض هتظهر. طب نشوف هنا، من هنا الطبقة أهي، اهو ظهر اللون معايا، وانا هشيلها لان النت ضعيف فمش هعرف احركها. هختار طبقة تاني، وسائط خلفية مثلا، اللون ده بعد ما عملت الخلفية التانية ممكن اغيره؟ اه من الالوان ممكن اختاره ازرق مثلا، واعمل كده اي شكل جمالي انا عايزاه اهو، مثلا تبقى الشاشة اتقسمت كده. بتفضل تحاول فيها لغاية لما تدي الشكل اللي يريحك يعني، وتبقى مبسوط منه. طيب عملتها كده، طب كده خلاص انا عايزة لون فيها او اي شكل كده مبهج يعني.
خلينا عارفين ان احنا من طبقة هنختار سطح الفيديو. في اشكال بقى عندنا، ممكن نختار كده، شايفين القلوب دي اهي، لو احنا اخترنا دي كروما اهي زي الكرومات، ممكن اعملها ونشتغل عليها. هي خلفية ثابتة بس فيها شيء متحرك جميل، ممكن اشيلها واختار اي حاجة تاني من التأثيرات اللي بتديني شكل وروح للفيديو بتاعي. ممكن نختار، او ممكن الاضواء دي، هي مش باينة هنا لان اللون فاتح. طب نشوف دي، هنكبر كده. دي كمان بتنفع مع الاطفال الصغيرين، بتبقى الحاجات دي جميلة جدا، وخصوصا لرياض الاطفال والصف الاولى. تمام. طب انا عندي الخلفية دي عايزة اضيف عليها فيديو، ينفع بعد ما خلصت اضيف فيديو؟ اه ينفع. تعالوا نشوف كده، ادي الفيديو انا ضفته. يعني انا اقدر اضيف على الخلفية بتاعتي فيديو؟ اه اهو. يعني نشوف مع بعض المشاكل. الفيديو عايز اخليه صغير كده وماشي، عايز اكبره ماشي، يعني ممكن اكبره كده. لو في عندي خلفية الكمبيوتر او عايز اعمله كأنه شاشة عرض، تمام مفيش مشاكل اهو. تعالوا نشيل الخلفية دي خالص ونشيل، نشوف الفيديو ده من الوسائط. انا ضفت الفيديو كده، انا ضفت فيديو على فيديو، يعني ممكن تضيف فيديوهات على بعض، ممكن تضيف فيديو فوق فيديو، ده كله براحتك. هنا عندي انا مثلا الجزء ده انا مش عايزاه، الجزء ده اللي فيه الوان ده انا مش عايزاه، اعمل ايه؟ اجي عنده هنا اضغط عليه، ده في المونتاج، انا عندي فيديو جاهز اهو وانا بعمل له مونتاج عشان انزله في القناة بتاعتي، او اوديه للولاد يشوفوه، او في خطأ لغوي او في اصوات حواليا عايز اشيله، انا بضغط عليه هنا واروح عند المقص واضغط على تقسيم عند الاطار واشغل الفيديو. أشوف أنا عايزة أقول لغاية فين بالظبط؟ أنا مش عايزة الجزء ده، أنا عايز من هنا أضغط على المقص تاني، تقسيم عند الإطار، وأعمل هنا اتحددت بين تأثيرين أهو، بين علامتين زائد، بضغط عليها اتحددت باللون الأصفر، أعمل إيه فيها؟ أهو ضغطت على سلة المهملات أهي فاتزالت أهو. ده الجزء ده عندي اللي انا حددته. طب أنا خلاص يعني عايزاه تاني أو غلطت فيه، ممكن أعمل من علامة من العلامة نص دايرة ناحية الشمال من فوق، أضغط عليها، أديني رجعته تاني أهو، المقص اللي قصيته بين الاتنين أهو، وأدي اللون أهو رجع تاني، واضحة؟ تمام. تمام. أنا كده عايز أصدر الفيديو بتاعي، طب أعمل إزاي التصدير؟ عندي كده من فوق هنا علامة السهم اللي فوق، هضغط عليها
هنا بختار في الدقة، هختار اف اتش دي 1080، تمام. الناحية التانية بختار في الإطار 30، الدقة من تحت هنا منخفض أو عالي، أنا بختاره في النص، لأني هو لما بيكون عالي بيزود الميجا بتاعته، لكن كده بيعمل تصدير وبيكون كويس، وبضغط على كلمة تصدير، هو كده اللي بيتصدر عندي. وأول ما الخط الأحمر ده بيخلص تحميل، يبقى بلاقي الفيديو بتاعي نزل في المعرض اوتوماتيك. كده هو اكيد هيطول في التحميل لاني طويل، فاحنا هنطلع اسيبه هو يحمل ونفتح باب الاسئله. يعطيكي ألف ألف عافية، ما شاء الله عنك، يعني شرح رائع بشهادة كل الحضور، ما شاء الله، يعني انبسطوا وشكلهم بيطبقوا معاكي، وفي أستاذ فتحي بعث نموذج مبسط، إن شاء ما الله شاء الله. أكيد بردوا يحضروا التسجيل مرة أخرى للي فاتهم، لأنه في بعض عندهم مشاكل في الإنترنت، فإن شاء الله التسجيل راح نوفر لهم إياه على قناتي وعلى قناتك إن بإذن شاء الله الله. وعلى مجموعات الواتس، ويتواصلوا معي ومع حضرتك. بارك الله بك، وإن شاء الله الله يخليك. جعله الله في ميزان حسناتك، ما شاء الله كفيتي ووفيتي. شكرا يعطيكي ألف جزيلا. ألف عافية حبيبتي. شكرا جزيلا. الآن الله يرضى عنك، الآن أنا بعثت الكودات، بعض الكودات على الشات قناتي لمتابعة التسجيل، مجموعة التدريب، وأستاذة نجلاء إذا عندك كمان كود ابعثيه إن شاء الله، أنا لأن بعته في الأول، إن شاء الله هبعته، هنزله تاني. ماشي إن شاء الله، لأنه في ناس بيروحوا بيرجعوا. الآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات مع الأستاذ، إذا في عندكم أي مداخلة أي سؤال تفضلوا. أستاذة نجلاء بتحكي عايزين لو في مادة علمية للتدريب، ماذا تقصدين بمادة علمية؟ هل تقصدين التسجيل مثلا؟ أستاذة نجلاء عبيد، هي لو قصدت تسجيل، انا عندي تسجيلات كتيرة على القناة للكين ماستر، وهنزل التسجيل ده ان شاء الله إن باذن شاء الله، الله بإذن وهنزله الله، عندكم في الجروب، والاستاذة شوقية هتنزله. ما شاء الله. طب الآن تقدري تعملي له تنزيل هون على القناة وعلى المجموعات أستاذة نجلاء، إيه القناة؟ تسجيل الكين ماستر اللي عندك الآن، لو واحد إذا بتقدر الآن، لا تقدريش حاضر. على المجموعة، لا لكن بفضل الآن. هي بتحكي أستاذة نجلاء لو في عرض باوربوينت. لا والله ما فيش عرض باوربوينت، لكن في فيديوهات كتيرة، أيوة في، في أي وقت تواصلوا معنا. صحيح صحيح، يعني أنا بتوقع التسجيل أفضل بكثير من الباوربوينت. التسجيل بتقدر بس نجهزه إن شاء الله نبعثه، وبتتبعي معاه خطوة بخطوة بإذن الله. لان هو فيه تكنيك يعني كتير، شغل شغل كتير، عايزه تشوفيه، صحيح مش مسألة انك انت تشوفي قراءة بس يعني. بالضبط، يعني التطبيق العملي أفضل بكثير إن شاء الله. التسجيل في حال ما يجهز نرسله على كل المجموعاتنا الواتس إن شاء الله، وعلى قناتي على اليوتيوب، ومس نجلاء أكيد تنشره على قناتها. الآن الأستاذة ديانا فتحت المايك، تفضلي يا أستاذة ديانا. أنا هنزل لكم هنا في الشات الباوربوينت اللي عندي قائمة، ننزل الشغل بتاع التسجيل ده. بارك الله بك. هي نزلت شيء على اليوتيوب عن الكين ماستر الأستاذة، تقدروا تاخذوه وتحتفظوا بالرابط. وأنا بعثت كمان لمصلى سيدنا محمد رابط عسوي مشان الكودات، مشان قناة اليوتيوب يستفيدوا منها. أستاذة ديانا تفضلي، أستاذة ديانا، أستاذة ديانا تفضلي، أستاذة ديانا، يبدو أن عندها مشكلة في الصوت. في أستاذة سناء أبو ثريا بتقول اليد التي كانت تتحرك كيف أحصل عليها؟ حطها لحضرتك في الشات. حاضر. ماشي.
نستنى كده ابعتها لك في الشات، ولو ما ماشي كانش هنا هيبقى على الجروب هنا ما عنديش الصور، على جروب الواتس هحطها لك. حاضر. طيب، الآن إذا في مداخلة أو استفسار تفضلوا نرفع اليد مشان ننظم الإجابة. أستاذة وفاء مدوخ، الله يبارك فيك والشكر لكم على الحضور كمان يا رب. أهلا دكتورة مطيعة، وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. إلهام، أستاذة إلهام، ربنا يوفقك ويبارك فيك. أستاذة إيفون، شكرا لك. أستاذة شادية، الأكواد يا ريت ترسل على الجروب. حاضر، راح أرسلها الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ازاي حضرتك يا استاذ شوقي، ايه اخبارك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله، الله يبارك فيك ويكرمك، تفضلي. ربنا يبارك فيكي. ازيك يا نجلاء، معاكي ازيك صفاء يا سعد. صفاء؟ صوتك مميز. ربنا يبارك فيكي يا رب. نورتي طبعا التدريب. ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي، معلش انا يعني حتت طبعا فلتت مني شويه، بس كان عندي ظروف يعني، ف مش لكن طبعا مشكلة. لكن هي رائعه والله. ان شاء الله هسمع التسجيل بتاع القناه ان شاء الله باذن الله. إن شاء عايزه الله. اقول لحضرتك استاذه شوقيه ان هي يعني دي ثالث مره احضر كين ماستر مع الاستاذه نجلاء، بجد يعني كل مره بتطلع الجديد ما شاء الله. ما شاء الله لذلك عنها. انا بصر بجد والله ان حتى لو نفس التدريب، هي في حاجات كتير يعني، بأصر ان انا صحيح. احضر التدريب للمره الثالثه والثانيه، علشان عارفه ان هي ان شاء الله هتدينا الجديد في كل ما مره. يعني شاء انا الله، ليه ما شاء الله، ربنا ما يعزك، شاء ثاني ما سنه شاء معاها الله. دي، كل لا مره ما شاء الله يعني فعلا، نفس الموضوع بطلع جديد وجديد. يعني ثاني مرة أنا بستضيفها وبتشرف فيها عندنا في منتدى نحن المبادرون نحو القمة، وفعلا إنها قمة فعلا، ما شاء الله. دربتنا على الريندر فورست، كثير كان رائع وكثير كان له صدى، وشاركوا كثير المتدربين بفيديوهات من إنتاجهم بعد التدريب من أستاذة نجلاء، ايوه لا ما ففعلا شاء الله عليك. بنحييها ما شاء الله عنها. اول تدريب حضرته معاها كان على البلتاجون ما شاء الله، يعني كان اول تدريب، بتهيألي ما كانت شاء اول مره الله، تدرب هي اصلا يعني على ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا وبعلمها رب. ما ليا شاء الله. سؤال، بس تفضلي ليا سؤال بقول تفضلي. لحضرتك يا نجلاء، في انا كنت من فتره كده يعني من شهرين ولا حاجه، انا كنت مسحت الكين ماستر من عندي وبعدين رجعت نزلته تاني، فكنت هعمل عايزه يعني اشتغل كده عشان افكر نفسي، فجيت لقيت في الكتابه لما بكتب وباجي بدخل على اللغه نوع الخط اختار، ما بيظهرليش علامه صح بعد ما بختار عشان ادوس صح، فيبقى اوكي كده تمام. لازم ايه صح. المشكله بقى؟ ايه المشكله؟ امسح الكين ماستر ممكن ما وانزل هو تاني؟ ممكن امسحيه ونزليه تاني، او ممكن كان ضعف نت عندك، ممكن الحاجات دي بتأثر يعني. انا لا استخراج هو الصوت، النت عندي حلو جدا مش ضعف نت، بس استخراج الصوت دلوقتي عملتها كذا مره، 5 6 مرات ما فيش، وفجأة لقيت الأصوات كلها عملت لي، استخرجت الصوت 50 مرة وقعدت أمسح فيهم أول ما بيجي أقوى شوية. فممكن كده، ممكن في ناس بتعمل معاها كده، بيمسحوه بينزلوه تاني. خلاص تمام ماشي، امسحه وانزله تاني من زي ما نزلته بنفس الطريقة صحيح من على بلاي. نعم نعم لا صحيح. بصي انا يعني هبعت لك تنزليه من جوجل افضل، وما فيهوش طب يا علامة ريت مائية، والله. ما فيهوش علامة مائية ورائع. في ماشي كمان نجلاء، بارك الله أستاذة فيكي. نجلاء، أستاذة نجلاء، في طالبتي بتحكي ممكن تنزل نسخة مهكرة، ممكن؟ ما هي دي مهكرة، من غير العلامة المائية هي المهكرة، هي دي من أيوه جوجل. بالظبط بالظبط، بارك الله تمام فيك. طيب خلاص ماشي، بارك الله شكرا، فيكي استاذ شوقية بارك الله فيك. وسعادة نعم بحضرتك. الله يرضى عنك، تفضل أستاذ فتحي. أنا أشكر المدربة، كانت لدينا مشاكل في الإنترنت والحمد لله أعتقد أننا تجاوزناها. لم إن شاء أستطع الله. فتح ملف السوي، لا أدري الأسباب، رغم أن دخلنا الإيميل مرتين أو ثلاث والنتيجة لا نتيجة. أنا أشكر الأستاذ على هذا الدرس المفيد، درس رائع جدا، وقمت ربنا بتطبيق يعزك يا فندم. على الهاتف في انتظار تطبيق أروع وأجمل. وأنا أؤكد أن مدام شوقية هي كنز كبير جدا في العالم العربي، صحيح وأكيد الله يرضى عنك. تتعاقد مع مدربات، أكيد تتعاقد مع الكفاءات
واللاتي كعبهن عالي. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك، شكرا لك على كلماتك وعلى دعمك دائما معنا أستاذ حاضر، بكلماتك بنشاطك بإنجازاتك، ونبارك لك مرة أخرى بلقب الخبير اليوم حصل عليه الأستاذ فتحي الله يبارك الحداد فيك. من تونس، ونبارك للأستاذة نجلاء باللقب، وأبارك لنفسي وأبارك للجميع الذين معنا حضروا إن شاء الله بهذا اللقب، واللي ما حصلوا عليه إن شاء الله العام المرة القادمة إن شاء الله يحصلوا عليه، لأنه كمان رح يفتحوا في نص 11 تقديم للخبير، وبشهر 2 تطلع النتائج، فنتمنى إن شاء الله إنه كلكم تصيروا خبراء. حياكم الله إن شاء إن شاء الله. الله. شكرا لك يا أستاذ. الآن مع الأستاذة سمية. الأستاذة سمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله في أتم سعادتي وفخري بحضرتك وبأستاذة نجلاء، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. وطبعا إن أنا أكلمكم شخصيا دي كده يعني فرقة معايا من السماء للأرض، غير إن أنا أتواصل واتس، ربنا يحفظ حضرتك ويحفظ عليكم علمكم ويحفظ أستاذة نجلاء. والله ربنا العالم، بجد فخورة 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 والله بحضرتك وقدوة ونموذج، وربنا يا رب يعلي قدركم يا رب العالمين، ويبارك في أستاذة نجلاء تبارك الله على تمكنها وشرحها النهاردة، ربنا يحفظها من كل الشرور. ما شاء الله ربنا يجازيكم عنا كل الخير حقيقي على آمين. الكم اللي ده تبارك الله، الله أكبر. آمين يا رب. شكرا لك يا أستاذة سمية، وإحنا فخورين فيكم وفي انضمامكم معنا، عن جد نفتخر إنه ما شاء الله كلكم نخبة النخبة ما شاء الله عنكم. ربنا يجعلكم رواد وراء دين يا رب العالمين، يا رب. كل علم ودين يا رب العالمين، ويجزيكم خير الدنيا والاخره ان شاء الله يا رب العالمين جميعا واياكم ان شاء الله. استاذه هلا، استاذه هلا او هلا، بتقول يا ريت تسجيل الفيديو، اكيد في تسجيل، وانا بعثت قناتي واستاذه كمان بعثت قناتها، فرح ننشر ان شاء الله على القنوات وعلى مجموعاتنا الواتس باذن الله ان شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. الله امين يا رب العالمين. الان اذا في كمان اي سؤال قبل ما ننهي. أستاذة حلا بتقول شكرا للمس نجلاء، شكرا لك. عفوا فندم. إن كانت هناك أسئلة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. جدا والله ما شاء الله، يعني صراحة التطبيق ده عندي من زمان ومن بدري واشتغل عليه، بس أنا كنت فاكرة إن أنا أحط فيديوهات أحط صور أكتب الاسم بس، لكن ما شاء الله أستاذة نجلاء النهاردة وضحت لنا يعني حاجات كل ممتازه، ربنا يبارك فيها ويبارك في حضرتك ربنا يخليكي. امين يا رب. والله يعني ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك باذن الله يا رب. يعني انا اطلت عليكم وبس. بالعكس والله ممتع جدا. لا بالعكس والله، كل اللي في التدريب وكل اللي في البرنامج علشان تستفيدوا بيه والله ما شاء الله، يعني عن جد الكل مستمتع والكل يعني بشكر فيك على الشات لانهم استفادوا فعلا من التدريب. تعبوا بجد والله. وانت تعبتي ما شاء الله عنك، ساعتين ونص احنا، وقبلها نص ساعه يعني ثلاث ساعات إلنا، بس ما شاء الله يعني مصرين انهم يضلوا معاكي ما شاء الله، فجزاك الله كل خير. يعني كل المعلومات اللي عندي عشان يستفيدوا باقصى قدر من التدريب ان شاء الله ما يعني. شاء الله. واذا فاتهم اي شيء يا استاذه نجلاء بالتسجيل ان شاء الله بيقدروا يعوضوا باذن الله. نشكرك جدا جدا، بارك الله بك، جعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله، ونتمنى ونشكر جميع الحضور من جميع الأقطار العربية على الحضور وعلى المشاركة وعلى التفاعل الرائع، بارك الله. أستاذة شادية مهران بتحكي أشكر حضرتك لأنك بتختاري المدربين الرائعين، ونحن نشكرك والمتميزين. شكرا لك يا أستاذة شادية، هذا من ذوقك، لأنه فعلاً إحنا معنيين إنه نجيب نخبة المدربين مشان نخرج نخبة متدربين، لأنه معنيين إنه نمكنكم رقمياً من مهارات القرن 21، لأنه الكل الآن بسعى إنه يتمكن من أدوات مايكروسوفت ومن تطبيقات عالمية، وإنه يصير فعلاً معلم رقمي بجد حقه حقيقي، مش بس بالحكي، لا بالفعل إن شاء الله. وهذا زي ما تفضلت الأستاذة نجلاء ممكن يفيدنا إذا بدي أقدم كمان مرة للخبير للدفعة الثانية، إني مثلاً أجمع شهاداتي إنجازاتي صور طالباتي لقاءاتي مع حضور ورشات محلية عالمية إلى آخره، ف
فإن شاء الله كل هذا بإذن الله بيكون إشي رائع جدا. شكرا لحضراتكم، حياك الله. هيك منكون أنهينا. إن شاء الله يا رب تستفيدوا من هذا التطبيق الرائع كين ماستر، واللي زي ما حكينا فلت منه أي شيء بيقدر يتابع التسجيل لما يجهز بإذن الله، وبنتمنى نشوف أشغالكم وأعمالكم إن شاء الله عليه وتطبيقاتكم. رح أعمل منشور وابعث لكم إياه إن شاء الله مشان تنشروا بعض الفيديوهات اللي أنتوا طبقتوها. تابعونا على مجموعات الوصف عند مس نجلاء بإذن الله. شكرا لكم، بارك الله بكم، وتصبحون على ألف ألف خير. في حفظ الله ورعايته، مع السلامة. الله معاكم، شكرا، يعطيك العافية أستاذة نجلاء. حبيبتي تحت أمرك، في حفظ حبيبتي. لنا لقاءات متجددة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. إن شاء الله، شكرا لكم، الله معاكم، شكرا لجميع الحضور.